هل مباح الزواج العرفي في الأردن؟ الزواج العرفي زواج حرام، لا يجوز لا في الأردن ولا في غير الأردن، والحكم الشرعي مربوط ليس في الأردن ولا يوجد في أي دولة إسلامية أخرى، لا، وهو زواج قائم على اتفاق بين طرفين، يكتب بينهما ورقة إنها زوجته، ثم يكون بينهما ما يكون بين الزوج وزوجته، وحتى لو علم الشهود وحتى لو علم الوالد لا يجوز إلا أن تسجل في المحكمة. المحكمة إخواني في الله هي السبيل الوحيد لضمان الحقوق بإذن الله. لو حملت هذه المرأة كيف نثبت النسب؟ بل جاءني سؤال عجيب جدا جدا، فتاة تزوجت من 4 في نفس الوقت ولكن في خارج المحكمة وهي لا تخبرهم، أخذت من هذا 2000 ومن هذا 3 ومن هذا، آخر شيء انكشفت لما تلها 15,000 دينار وهي متجوزة كم؟ 4 على ذمتها، مش هي على ذمة الأربعة، 4 صاروا إيش؟ على ذمتها والعياذ بالله. ليش؟ لأنه ولا واحد راضي يسجل في المحكمة وكلهم بدهم يتجوزوا على نسوانهم، وخايفين من مين؟ من اللي انتوا عارفين، فراحوا شو؟ اتزوجوا براني، بعدين اكتشفوا انها متجوزة ايش؟ 4 في نفس الوقت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.